السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم نعاودوا نتكلموا على جمال الدين بن عمري، والنادي يريد إعادة بن عمري إلى الدور السعودي كما كنا متوقعينها. حضرتها نهار الأول قلت لكم الدواء مجانا، شتو يعاودوا يستثمروا يدخلوا به دراهم وعندهم باش يبيعوه في قطر ولا يبيعوه في السعوديه ولا يبيعوه ليون داته. ما هدرناها الناس ولا يعايروا فينا، ما تعايرني ما نعايرك. انا هدرت عليك نهار الاول قلت لك بلي بن عمري غادي يعاود يولي، وقلت له بن عمري خويا ما توليش. باينه كانت باينه كي تكمل، كي بدات وكي تكمل داوه باطل. هو نقولوا باللي تقلق في اخذ القرار بالذهاب لليون. ما نديش على الناس كاين اللي يقول لك يا ودي المهم كاين اللي عمل واحد يقول المهم هو راه في ليون تا وراك يا ودي. انا راني في الجزائر، ها هو يلعب كرة قدم، انا راني في الجزائر. احنا نشوفوا النظرة تاعنا برك، خاطش كاين بزاف مساكين غير هضرة ودي تهضر هضرة باطل، هادي هضرة باطل. راك تهضر كون جات الهضرة بالدراهم ما تهضرش كاع، كون جا كل حرف بعشرين دورو ولا ربعين دورو ولا كاع ما تهضرش. على هاذيك رانا نقولكم بلي نتوما ناس وين لا لا كيما يقولوا لا عزاء للغيارين. هذه أيا روح تلعب وغادي يولي للسعوديه ولا قطر. مي قلنا لكم الدواه باش يخدموا به باش يدخلوا به دراهم، ما امنتوش. ولي داه من الجزائر داه للسعوديه غير هو، ولي داه من السعوديه هذاك يدير، مي داه من السعوديه داه لليون غير هو. فانيك ماشي قضية زعما كنهضرو زعما هذاك ماناجر يخدم منا طاب طاب الدواه ضروك يعاودو يردوه بأموال باهظة. وانكشف تقرير إعلامي سعودي أن نادي النصر السعودي طلب رسميا خدمات الصخر الدفاع الخض جمال الدين بن عمري. أنا ماذا بيا يولي للسعودية ولا يروح لقطر؟ ضروك ميطفر الطفر، كي يولي للسعودية ولا قطر خير، خاطش علاه رانا داخلين في معترك صعيب. انا داخلين يعني في حرب كاليفيكا يسموها كاليفيكاسيون كوب دي موند. انا داخلين في حرب طاحنه اللي مكاش مكاش التساهل ومكاش الغلطه غير مسموحه. هذه اللي نعرفها انايا. وين اوضح المصدر ان اداره النصر ارادت استثمار في فشل بن عمري في فرض نفسه في التشكيله الاساسيه مع ليون، كما أن النصر يخطط لتقديم عرض كبير وخيالي جدا لإدارة نادي الفرنسي من أجل إقناعه على بيع وثائق تسريحه في التحويلات الشتوية المقبلة. ماذا بينا ماذا بيا ودي ولي دروك. نعرف أنا جمال بن عمري دا كوب دافريك وقدم عروض قوية جدا، كان يلعب في السعودية ما كانش يلعب في الالمان ولا انجليز وطاحت عنده طاحت البارام طاح هود ولا راح للسعوديه وبعد لا كان في السعوديه ودينا به كوب دافريك. هذه اللي نعرفها انايا. على ذلك انا ماذا بيا مشي عيب حنا دروك باش يلعب ويعاود يقلب المستوى تاعه. هو من قضيه تاع اللعاب تاع حراره وتاع لا فولونتي ما نخافش منه بن عمري، ما نخافش منه. على ذلك نقولوا اليوم بن عمري وين نعرف المستوى تاع الاحتراف، وخاصة وين شاهدنا مدير عام تاع الاستقدامات هذاك جورجينيو، هذاك مدير جورجينيو ذاك بريزيليا اللي كان يلعب هذاك مع كان يلعب مع ليون، وين قال لهم عندنا ربعة في البوست تاعو. كانوا عن قال لك عندنا ربعة في البوست تاعو، يعني من الصعب باش يدي المكانة تاعو.
وكان عنده اتصالات في قطر، كان عنده اتصالات في قطر، والناس نصحوه باش يروح لقطر وما يدخلش لفرنسا، وكيما توقعوا له صابها. خلينا دوك الناس يهضروا، المهم يهدر. لا هاتوا الصح، حنا ما نجح، حنا ماذا بينا، انا ماذا بيا نهار السبت ولا الحد يلعب، والله العظيم نهدر كيما بصح كون نشوفو لعب نفرح. بصح من الصعب كثر تشوف الكلاسمون تاع فرنسا هاي صعيبه، لونترينر تاع اليوم ما يريسكيش خاطش يعرف ذوك اللعابه اللي عنده، ويعرف جمال بن عمري، مالغري جمال بن عمري في 38 دقيقة الناس النهار اللي ديك الليلة مي ولاو يهضروا جمال بن عمري نعقل واحد دوبرمان رد عليا في الفيديو، دار فيديو رد قال لهم كاين واحد راه مضروب يا ودي تربع خاطر هاي يضرب شي يلعب بيا، انت تعرف ولا شكون يعرف؟ انتوما تهضروا برك تعزقا ندب كون دبتو الرمة هو جات لي هاكا، جات لي حضرة، جات زقا، ناس هاي تخدم معاه، ناس هاي تخدم معاه صاحبي، ما جات زقا. حنا نتمناو إن شاء الله بربي إلا مكاش، إلا هو راه يشوف. المهم دار خطرته، شاف راح شاف، أنا ماذا بيا أنا إلا قاع يقعد كيما كي عاود يولي للسعودية أحسن. بالك جزائر كومبلي، بالك سبحان الله شنو نقولوا لكم، هدرتها والناس بالك انتقدون عايرونا، كان اللي عايرني الله يسمح لكم عايرتوني، هدرت انا شتا نشوف يا ودي، قلت بلي يا ودي هذا الاشارات لهم دايرين له هكا مسكين الله، الاشارات اشارات خدموا له بزاف اشارات، خاطش على مواقع ويخدموا له اشارات، دخلوا ناس دخلوا دراهم، مواقع موقع تاع ليون وين دخل الدراهم مع الجزائريين، موقع تاع ليون دخل الدراهم، الاشاره تاع ليون وين دخل الدراهم، قلت انا هدرت قلت كاع الاشارات ما غاديش يلعب، واحد قال لي انت يا ودي مشي انا يا هما كوي جات فيا انايا يا هما شوف هما اللي يلعبوه، وقلت لكم راح خاطش عليه مكاس صحافي كاع الناس ولا تهدر، بصح مكاس صحافي اللي هدر قال بلي راح باطل صفقة باطل والله ألف، قلت لكم في هذا الحي في هذا الحال في هذه الحالة جابوه بالك باش يعاودوا يبيعوه بأموال باهظة، جابوه به بكواطو باش يبيعوه بأموال باهظة، ها راهو النص السعودي قال لك عقد بسومة خيالية، بسومة خيالية، شو الناس كيفاش تستثمر، هذا هو الاستثمار، جاب لك لعاب خليه بينه 40 دقيقة ولا زاد الإعلام الفرنسي وبعد يقعدوه، وعندو لي ماناجر تاعو، كاين عندهم لي ماناجر كيفاش يعرضوها للفرق، هذه هي احنا ما يجري، هو تلقى معارضه من حتى من الاداره هنايا، تلقى بزاف وين نصحوه قالوا له اليوم ما تروح لهاش، نصحوه هو راه عارف، انا شاني نهضر، نصحوه بلي اليوم ما تروح لهاش اختيك ما تروحش اليوم، غادي يبقروك زفان 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 بالفوضي الناس وبقروهم زفان وبقروه زفان، تا ولا على بالك اوليس حقد عليه ولا زفان في الكارطيات، في الكارطيات ما يلعبش مكاش بلاصته، ولا في الكارطيات ويقولوا له لا تهرب، شو كيفاش ولد النادي قالوا لك خطيك، نصحوك ناس قالوا لك خطيك، بصح انت كنت متحسم متحمس فوق اللزوم، قلت بالك ننجح بالك منا بالك
الحمد لله يا ربي، ان شاء الله بالك، ان شاء الله بالك بالك نهار الحد ولا تلعب ان شاء الله. بصح الا جاك صح عرض كيما انا نشوفه، جاك عرض من السعوديه يا خويا، افرض روحك واهرب. انا نقول لك، انا اللي نقول لك اخويا.